هي في سيرة، هي سكر وعرس الزبان، بسكرة مهد الحضارة والفن. ينطلق أمسية يوم الخميس حفل ميلاد التظاهرة السينمائية أزاب التي كان يشرف عليها الأستاذ المخرج هشام طرودي. بالمناسبة كان أول فيلم أجنبي سنة 1966 كان في الدار في الجزائر، جاء في ولاية بسكرة، يعني داروا ديشيت منه في بسكرة. أنا سمى الولاية هذه فيها تاريخ، فيها حضارة، عندها عدة مقومات باش تكون أحسن منك، بصح بإذن الله بفضل شبابها مع شبابها راح تكون أحسن منك إن شاء الله. بسكرة، عروس الزبان، السكرة، بسيرة، بوابة الصحراء، تعددت الأسماء والحضن واحد، تعددت الثقافات والدفء واحد، مهد للفن والتراث والعراقة والجمال. بسكرة ولادة للفنانين والمبدعين ومنبع لا ينضب من الإبداع. السكرة مسرح وغناء وموسيقى وسينما وشعر وفنون تشكيلية. كما حضر الحفل العديد من المسؤولين المحليين والفنانين من كل القطر الوطنية وكذلك أكابر الفن في ولاية بسكرة. تضمنت التظاهرة فواصل موسيقية وعرض الومضة الإشهارية للمهرجان. وفي الاختتام تم تقديم شهادات الشكر ودروع الفعالية عرفانا لكل المساهمين في إنجاحها. نشكركم أكيد بالإضافة إلى درع هذه الفعالية. فنانة رحال لميس سفيرة الكلمة والقلم في المشروع الفني لحظة ألم المخرج طرودي هشام. أنا مسرورة جدا لحضوري إلى هنا وإن شاء الله يعني يفتتح باب العالم في السينما وإن شاء الله يعني نكون قدوة للمجتمع. نوال مسعودي فنانة سينمائية ومسرحية سفيرة تظاهرة الزاب السينمائية. اليوم كان حفل أو انطلاق حفل ميلاد تظاهرة الزاب السينمائية التي إن شاء الله نتمناها مهرجانا دوليا سينمائيا بعروس الزبان بسكرة السنة المقبلة. هذا هو هدفنا، الفكرة اليوم أصبحت واقعا مجسدا في أرض الواقع. سعيدون جدا بهذا الحدث الجميل وإن شاء الله السنة المقبلة نلتقي على إبداع وبسكرة تتنفس السينما إن شاء الله. شكرا.